صباح الخير عن جديد لكل يلي عم بيرافقونا بأحلى صباح لنهار الجمعة 2 شباط 2024. وصلنا للفقرة يلي كتار بينطروها من يوم ليوم أو من أسبوع لأسبوع الفانز تبع الشيف نادين قسيس. لنشوف اليوم الشيف شو محضرت لنا. بونجور شيف. بونجور أنطوانيت، كيفك؟ صباح عم بقول فانز لأنه ما شاء الله يعني فيوز كتير عاليين بهيدي الفقرة، بالتحديد فقرة الطبخ. شو السر يعني بالقصص يلي بتختاريها؟ بتختاريها على أي أساس؟ شو بختار على اي اساس؟ اول شيء بنقي روستات الهينه وتكون سريعه ويوصل المساج بطريقه سهله وسريعه. خلص صبتي الهدف هيدا. الناس يلي بدها اياه صحي وسريع او هين وسريع. هين وسريع وصحي وسريع ويكون كمان مقبول على الجيبه، يعني عم جرب قد ما فينا نكون عم نعمل اشياء بالانجريدينس اللي موجوده بقلب البيت، ما نكون كثير عم نتفلسف، مع انه فينا كثير نتفلسف وفينا نعطي روستات قد ما بدك، بس كمان بدنا نعمل شيء نحط اجرينا مثل ما بيقولوا على الارض ونشوف الوضع بالنهايه شو شو بيستلزم. يعني قصص مقبوله. شو مجهزتي لنا لليوم؟ عم نشوف قصص فعلا مثل ما قلتي بنلاقيها بالبيت. صحيح. اليوم بما انه نهار الجمعه هيك معودين المشاهدين انه عاده نهار الجمعه انا بمرق روستات ديسير او شيء فيه حلو لانه بكون قادمين على ويك اند وقاعدين بالبيت وبجينا ضيوف والى اخره، فمشان هيك اليوم حنكون عم نحضر بانانا بريد. قلنا زمان ما انا عاملين شيء بالانجريدينت الموز الاساسي، فحبيت اليوم اعمل بانانا بريد، منه الجاتو العادي تبع الكيك تبع البيت. البانانا بريد بيختلف شوي انه يكون بيشبه شوي الانجليش كيك، يعني بنحسه انه لما نقطعه بنحسه مثل كانه كيف الكريسماس كيك هيك، وبتحسين اخذ بعضه ملبد. صحيح. يعني مش انه كثير فلافي. فهيدي الروسات حتكون. ليش سميته بانانا بريد مش بانانا كيك؟ لانه توتالي. هذا السؤال بدي اسالك ليش مش كيك؟ لانه توتالي ديفرنت، التكستشر تبعه له حتكون مختلفه عن تكستشر الكيك العادي. حيكون داخل له الزبده بدل ما يكون داخل له الزيت، لانه عاده نحن الجاتو العادي انا بدخل له الزيت ما بدخل له الزبده. صحيح. فهيدا الكيك حيكون دخل له الزبده. المكونات الباقيه هي المكونات العاديه تبع الكيك العادي. الفرق انه ماني حعوز حيلا سائل زيده لإله، هو البيض اللي موجود بقلبه والزبده والبنان لما نخلطهم مع بعضهم حيعملوا ميكستشر سميكة شوي، ما حتكون مثل الكيك العادي ميلة للرخوة. فمشان هيك لما نخبزوه حتكون كمان من بعد ما تطلع نتيجة الخبز حتكون النتيجة حيطلع كيك ماسك بعضه مش كيك مظبوط. يعني بما انه شيف نادين احنا ما بناخذ اتصالات على الهواء بهيدي الفقره، انت جاوبتي على السؤال لانه يمكن كثار هني وعم بيجهزوا هلا الروسيت يلي رح تعطيهم اياها رح يحسوه شوي جامد. صح. فرح يحسوا انه يمكن نحن غلطنا بشيء معين. صح. فلا ما تخافوا مشاهدينا، الروسيت هي بدها تطلع معكم شوي جامده، ما ترخوها لانه بتنزعوا كل شيء. مزبوط. وما تنسوا انه كمان بقلب الفرن الموز كمان حيدوب، يعني نحن حنشوفه جامد بس لما يصير بقلب الفرن على بفعل الحراره الموز رح يبلش يكبل الجوز تبعوله وحيدبل وحيموت بقلب الكيك. سو حيعطيه هالموستشر هيدا اللي نحن بدنا اياها. نبلش؟ خلينا نبلش. فاذا بس تنتفق على شغله انه الكوانتيتي اللي انا عطيتها اليوم هي للقالب اللي انا بعمل فيه عاده الانجلش كيك، مش القالب المبروم العادي، قالب الجاتو العادي، قالب الانجلش كيك. يعني الكميه تقريبا بتعمل بين 8 ل10 اشخاص، عم بحكي اذا كل شخص اخذ قطعه قطعه مش انه. صحيح. اذا كل شخص حب ياخذ قطعتين بتكون تعملوا 2 من هيدا. 2 من هيدا. اوكي، فخلينا نبلش باول ستيب. انطوني رح اخذ انا محلك معلش تحكي اشتغل. فاذا وكمان هيدا الكيك رح اعمله بالجات، يعني انا حاعمله على ايدي لانه ما بدي اخفق البيض كثير، لانه ما بدي اياه يرفخ البيض. اوكي. بتوصل للنتيجه اللي كنت عم اقول لك اياها انه الكيك ما بده يكون بانانا بريد، بده يكون كيك جامد، ما بده يكون فلافية. كيك كثير فلافي، فمشان هيك حاشتغله على ايدي. يعني فعلا هين 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 اليوم. exactly. كله اذا ما عندنا الكهرباء بيمشي الحال. فاذا 3 بيض كاملين بدي اضيف لهم 3/4 كوب من السكر، وبخفق البيض والسكر حتى اشوف انه السكر بلش يدوب. يعني دائما هيدي الكونسبت اللي بنحفظها شيف انه البيض مع السكر، هيدي اول ستيب لكل كيك. مزبوط. مع انه اوقات كثير في بعض الكيكات بنبلش بالزبده، مثلا انجلش كيك بلش زبده سكر، خليهم ياخذوا بعضهم، بس ياخذوا بعضهم يصيروا كريمي، بصير ضيف البيض بيضه بخفق بيضة تانية وبخفق، عرفتي؟ بس هلا لا، هيدا الكيك بنبلش بيض وبنرجع بنضيف السكر.
يعني أوقات هيك شغلة صغيرة، تغيير صغير هو بيكون الفرق. صح. يعني بتسمعي كتير يمكن شاف أنه أنا عملت يلي أنت عملتي وما طلع نفس الطعمة أو ما زبط معي 100%. بدهم يمشوا بستابس اللي أنا عم أقوله، وبدهم يمشوا بالكوانتيتيز اللي عم قولها، ضروري جدا وخاصة بالحلو بالمالح. إذا ما مشوا بالكوانتيتيز، إذا قلت لهم أنا حطوا جزرتين حطوا ثلاثة بتقطع، إذا قلت لهم رسام بندورة حطوا ثلاثة كمان بتقطع. بس بالحلو بدهم يلتزموا بالكوانتيتيز اللي عم بعطيهم، يعني حيلا غلطة حيلا شيء زيادة ممكن الرسات ما تزبط. يعني الكرم بالحلو ما ايه مش ما بدنا ايه ما بدنا نتكرم، يعني بدنا نمشي بالرسات 100%. فاذا هلا حطيت انا فانيل، اوكي فينا نستعمل فانيل ان بودر، فيي استعمل كمان الفانيل سيرو. سيرو يمكن هو هيك لقى مفعول اكبر. صح صح بيعطي، وكمان بتحسي فيه طعمة الكراميل شوي، وبيعطيني اللون الغامق. انا بدي غمق شوي صغيره اللون، لانه عاده كثير اشخاص بيسالوني انه الموز بيسود. صح مزبوط. صح. فمشان هيك نحن انا مغمق اللون حتى الكيك في حال السود شوي يكون ما عنده مشكله بالموضوع. يعني يعني شيف ذكرتيني عن جد كيف الحال هيك مع البشر كمان بقلب المطبخ والفواكه مع بعضها او الخضره مع بعضها، بنوقف على خاطر يعني اليوم. صح. مثل عم نوقف على خاطر الموز. صح لما يحس حاله غلط بقلب الطبخه فاذا غمقنا غمقت له اللون. فاذا حتى نحن كمان قلنا نفس، لانه بالنهايه تاكلي بعيونك قبل ما انت تذوقي الشغله، فاول شيء بتشتهي بالنظر حتى ترجعي تذوقي. فاذا ثلاث بيض، ثلاث ربع كوب من السكر، رشه فانيل. هلا بدي اضيف الزبده، زبده بدي نص كوب من الزبده، بدي اجيب بس ملعقه، بدي نص كوب من الزبده. بدها تكون بحراره الغرفه يعني زبده، او فيي ذوبها شويه صغيره بالمايكرويف اذا حسيتها كثير جامده. انا هون مانا كثير جامده، يا حي كثير كريمي، يعني هلا بالفوه بتاخذ بعضها بقلب الكيك. فاذا نص كوب من الزبده او ملعقتين كبار مفولين لفوق. اوكي لهلا كله هين وكله واضح. صح كمان بنخفقهم. ثلاثة بيض، ثلاثة ربع كوب من السكر، رشة فانيل، زبدة. هلأ بحط رشة ملح كتير صغيرة، كمان الملح بيساعدني تقضي على زنخة البيض. البيض شو بخصوص شيف برشا الحامض؟ ما حبيت ثلاثة الكول. ايه ما حبيت حط اليوم. اول شيء تنبلش بالالكول، حبيت اعملها بلا الكول لانه دائما اتهم انا اني بدخل الكول بقلب بقلب الدسير، مع انه انا كشغلي انا دائما بحط اوقات رم اوقات بحط ويسكي حتى، لانه هول الوحيدين اللي بيقضوا على زنخه البيض بس بالنسبه لزست الحامض ما حبيت حط زست حامض حتى ما تاثر لي على طعمه الموز، فاكتفيت بالفانيل واكتفيت بالملح حتى احصل على النتيجه اللي بدي اياها. هلا الموز بدنا نمعصهم بالشوكة، وفيه كمان مش بالشوكة، فيه عاملون على البلندر. بس خلينا اليوم هيك مثل ما بلشنا نهار، وصفة صحية ووفيرة وبتتناسب مع كل الظروف. يعني احنا عم نمشي انه ما في كهرباء اليوم بقلبي بس في غاز. ايه لا وكمان انه نشتغل على ايدنا حتى ما يرفخ البيض الزيادة. بكفي يا شيف بحريك بهيدا الوقت اذا بدك حركه. وبلشت ضيفي انطوانيت عندنا اول شيء ملعقه صغيره بيكنج باودر، وعندي كوب ونص من الطحين. يلا فاذا الروسات كلها سوا رح ارجع اعد لكم اياها تتسجلوها. عندنا ثلاث بيض، ثلاث ارباع كوب من السكر، رشه فانيل صغيره، خفقناهم كلهم مع بعضهم، ضفنا لهم نص كوب من الزبده، وهلا بدي اضيف لعند انطوانيت ملعقه صغيره بيكنج باودر كمان بخفقها معهم، برجع بضيف كوب ونص من الطحين. الطحين انا اكيد من قبل نخلطه، وفينا نرجع كمان نخلطه كوب ونص، بس الطحين ما بضيفهم فرد مره، بضيفهم تدريجيا. مزبوط على مراحل. هلا هون شايفين الزبده بعدها مبينه، بس هلا بفعل الحراره هي رح تاخذ بعدها وتذوب بقلبها. انا مش مستعجله شايف، يعني عم ساعدك بس لانه عندنا زميلنا بشاره بده يذوق بتدوق الكيك قبل ما يفل، فمضطرين لانه بشاره كل رسات نحن بنحضرها على الهواء، بشاره بيطلع بحضرها بالبيت. انت لا مش عارفه، انا اللي بعرفه انه بيدوق الاكل هون على الاكيد. ايه بس تعجبه الشغله بيطلع على البيت وبلش يطبق.
شايف سؤال كمان كتار بيطرحوه، نحن عم نخفق أو نحرك الكيك على إيدنا لازم نضل بنفس الاتجاه؟ بدك تضلي بنفس الاتجاه صحيح. إذا عملت اتجاه هيدا لما أمتي لما تكوني أنت البيض رافخ معك، يعني لما أنت تكوني شاغلي على أساس أنه البيض يرفخ معك وبدك البيض يرفخ هون بتضلك ماشي على نفس الاتجاه، وحتى ما بتستعمل الفوه وما بتستعمل الماشين. إذا بدك الجاتو تبعولك يطلع فلافي ويرفخ مزبوط بالملعقة بتصير تقلب طحيناتك من تحت لفوق من تحت لفوق حتى ما تكسري هالرفخة اللي أخذتها البيضة بالخفق. بس أنا هون ما بدي هيدا الشيء، فمشان هيك بتقدري تخفقي مثل ما بدك. مشان هيك تركتيني على راحتي تركتك على راحتك. هلا رح تضيف عندك الموز قبل ما تضيف باقي الطحين حتى ناخذ المي تبع الموز حتى ما يطلع كثير سميك. 3 موز، اوكي. الموزات يفضل انه يكونوا مستويين حتى ينمعسوا معنا اسرع. باخذ عنك تفضلي. لاحظتي كيف بيطلع سميك؟ انا هيدا اللي كنت عم اقوله بياخد وقت، فما تنقذوا ما تنقذوا اذا سميك، لانه هيدي السماكه رح بتدوب بقلب الفرن، الزبده رح بتدوب والموز رح يدوب فرح تبطل السماكه ذاتها. ترجع عدلن للمشاهدين لكينا شو هن المكونات تبعولنا. فاذا 3 بيض، 3 ارباع كوب من السكر، ضفنا لهم اكيد فانيل، في ضيف شويه ويسكي شويه رام تحت ادي على زنخه البيض، رشه ملح صغيره، بس ياخذوا بعضهم كلهم سوا. منضيف لهم ملعقه صغيره بيكنج باودر، نص كوب من الزبده، والزبده بدها تكون بحراره الغرفه يعني بدها تكون كريمي، او اذا بدكم تذوبوها ما في مشكل ابدا لانه بكل الحالات هي بدها ترجع تذوب، بس ما بدي اياها اضيفها سخنه عليهم حتى ما يتاثر البيض. اوكي، فمشان هيك انا فضلت انها تكون بحراره الغرفه. فاذا نص كوب من الزبده نخفقهم كلهم سوا مع بعض، نرجع منضيف لهم كوب ونص من الطحين تدريجيا مع 3 موزات ممعوسين. هلا شو بتزيدوا عليه؟ فيكم تحطوا بقلبه بيبيت شوكولا، يعني في حط بقلبه شوكولا بيرحلوا كتير. في كمان انا اليوم لا حبيت ضيف له الجوز وضيف له كمان الزبيب. زبطت. هلا هون النكهه صارت توتالي مختلفه عن انه ضل بس بنانا يعني. اكزاكتلي. فاللي ما بحب الجوز او النات او ليه، لانه عاده الاولاد بيميلوا على الشوكولا اكثر مما انه يميلوا على الجوز وعلى هدول الطعمات، بيقدروا يكونوا عم بيحطوا بيبيت شوكولا، او حتى بيقدروا يكونوا جايبين كيوبز الشوكولا العادي يقصقصوهم ويحطوهم بقلبه هو رح يدوب بطبيعه الحال. لكن هلا الكيك مثل ما قالت الشيف ما تعتلوا هم اذا كان كثير سميك، انتم عم بتحركوه هلا سميك اكثر، سميك اكثر اكيد. بس هلا بقلب الفرن بدي ملعقه من عندك حتى اخفقهم كلهم سوا. يلا خلص تبعهم، فمنخفقهم كلهم سوا للجوز والزبيب والمزيج كله سوا، ومنحطهم بقلب القالب. القالب دهنته بشوية زبدة ورشيته بطحين، فيها كمان أكون عم بستعمل بابيي بور. هيدي الميكسشر أنتوانيت هي زيت السماكة اللي بحصل عليها لما أكون عم بعمل إنجليش كيك، يعني هالقد بيكون سميك منه كيك عادي. أوكي، هيدا اللي بدي وصله له أنه هيك حيكون حتى لو ما زدنا له الانجليش كيك شيء، يعني بقلبه ما في موز ولا في نات. لا لا لا، الانجليش كيك هو كنايه عن زبده سكر بودره طحين بيض وبيطلع بهيدي السماكه وبس. فهو هيدا الكيك البانانا بريد شيء بيشبه كثير الانجليش كيك، بس انه اكيد مطعم بالجوز وبالزبيب وبالبنان، فمشان هيك وكميه الزبده بقلبه اقل بكثير من الانجليش كيك. يعني بالانجليش كيك بدنا نزيد شوي الزبده، كميه الزبده اكثر من هيدا الكيك. بس نفس الريسيت بنشيل كل شيء تشبهها بس مش هي زيتها 100%. هون داخل الموز هونيك مش داخل الموز، كميه البيض بتكون اكثر، كميه السكر بودره مختلفه، هون انا مستعمله سكر عادي فما نضيعه للمشاهدين. لكن انا بقى بنمرق الانجليش كيك الريسيت مختلفه بس السماكه يلي السماكه زيتها هي نفسها صح. اوكي، فبنحطهم بقلب القالب. اكيد انا محميه الفرن حراره 180 دائما. الجاتو كل شيء كيك بنحضره ودائما بقول لهم اياها للمشاهدين، النار من تحت، الصينيه بنص الفرن. اوكي، هيدي انتبهوا لها، الصينيه بنص الفرن، النار من تحت، لما نعبي القالب بنعبيه لنصه مش اكثر من نصه،
من الوقت شاف يلي بيستغرقوا القالب بالفرن هو حسب كبره، يعني مثلا هلا عم نشوف قالب مش كبير ما لازم ياخذ كثير وقت صح؟ اكيد، وحسب قديش مكتره بالريسيبيان، يعني في انا مثلا هيدي الكميه اذا بحطها بصينيه فايشه اكثر تاخذ وقت اقل مما ان يكون حاطه هاي الكميه بريسيبيان بمول يكون صغير، لانه السماكه يعني لانه السماكه بتختلف. فبهيدا الكيك بده بقلب الفرن بين ال 25 و 30 دقيقه، نار بس من تحت، حراره 180، الصينيه بنص الفرن، بتشوفوه انه بلش يرفخ بس ما حيرفخ مثل الجاتو العادي، بتشوفوه اخذ بعضه كامش بعضه، بتجيبوا الشوكه او بالكردان بتشكوه بتشوفوا انه ما بقى عم يطلع شيء على الكردان او على الشوكه، يعني الكيك اكتمل. واساسا انتم بتشوفوا انه الدوائر تبعوله بلشت تشقر وبلش يبعد عن بلش يقبع عن القالب اللي نحن حاطينه فيه، وممكن كمان يبلش يشقر الوجه من دون ما اني اضطر دور النار من فوق. هيدا حسب كل فرن وحسب كل بيت. فاذا فيه مروحه شاف اذا حطينا البابيا بير ما بنحط، يعني ما بندهن القالب بي ولا طحين ولا زبده. اذا حطي بابيا بير بدك تحطي بابيا بير بالكعب. أوكي. اذا لك جلاده تقصقصي بابيا بير وتملي الدوائر كان به، ما بدك ساعتها بس الدوائر بتحطي لها شويه زبده ورشه طحين حتى ما يلزق على الدوائر، وبيكون الكعب اوريدي انت حاطه بابيا بير بقلبه. واذا ما بدك تحطي زبده وما عندك بابيا بير فيك كمان زيت ورشه طحين كمان ما بيلزق الكيك نهائيا. فهيدي الروسيت تبعولتنا لليوم، رح ارجع عيدها هيك شوي على السريع للاشخاص اللي عم بيسجلوها. فاذا اول شيء ثلاثه بيض على ايدي بخفقهم مع ثلاث ارباع كوب من السكر مع رشه فانيل او سيرو فانيل إذا عنا سيرو فانيل، رشة ملح، نخلطهم كلهم سوا مع بعض، بس شوف السكر بلش يدوب بضيف لقلهم ملعقة صغيرة بيكنج باودر وكوب ونص من الطحين مع ثلاث موزات ممعوسين. ناخد نخلي المزيج ياخد بعضه كله سوا، المزيج حيطلع سميك، مشان هيك سميناه بانانا بريد لأنه بيشبه شيء اسمه الإنجليش كيك. فبنخفقهم كلهم سوا مع بعض. أنا اليوم حطيت بقلبه زبيب وحطيت بقلبه جوز، أنتوا فيكم تحطوا بقلبه كمان حبوب الشوكولا، فيكم تحطوا بقلبه شوكولا مبروش ونحطه ونتركه بقلبه، وفيكم كمان تجيبوا حبوب الشوكولا اللي بتتحمل الحرارة بتوصل للدوسان اللي بنستعملهم عادة بالكوكيز، كمان ترشوا على وجهه وترشوا على دايره وبتدخلوه على الفرن، حرارة 180، صينية بنص الفرن، النار بس من تحت لبين 25 و 30 دقيقة حسب أنتوا قد ايش فرنكم حامي وقد ايه بيتحمل قد ايه بيضغط الفرن. بنرجع نتاكد منه للجاتو من بعد ما بنفتح عليه قبل ال 25 دقيقه، نتاكد انه رفخ بالشوكه او بالكردان، اذا ما طلعش عليها يعني صار ريدي الكيك. اذا حسيتوه وجهه منه مشقر فيكم دوروا له النار شوي صغيره من فوق 3 4 دقائق بس حتى ياخذ لون اشقر، وبصير مش ردي للتقديم، بصير جاهز منشيله مننطره حتى يبرد، من بعد ما يبرد بقلبه من القالب. هيدي الشغله كثير بغلطوا فيها يعني العالم، يعني بقلبه هو سخن الكيك. اكزاكتلي شو بصير فيها هون بلزق ويي وفرط وكذا، بننطره حتى يبرد، بس يبرد بتمرقوا سكينتكم على الدوائر وبترجعوا بتقلبوه يعني على ثانيه. يعني يلي نطر 30 دقيقه في ينطر 5 دقائق، كلنا بنكون مشوقين نشوف كيف النتيجه، بس لا هي على 5 دقائق بتفرق مثل ما قالت الشيف لما يروح كل تعبنا. دعان شيف نادين، انت مش بس يعني الوصفه هيك سهله، حتى الشرح تبعولك بسيط ومفهوم، يعني ما بنعوز نسال. انا بشجع بشجع كل الاشخاص سؤال. اللي ما بحبوا المطبخ عن جد للكل بقول ما في حدا ما بحب، في حدا جرب اول مره وما زبطت معه خلص، او ما في حدا ما بيعرف يعني الكل اذا بده يعمل شغله ويحط راسه فيها بيعرف، لانه في كثير طرق بسيطه لنوصل لامور هيك سهله وريدي تو ايت. انا بدي اتشكرك شيف نادين اليوم على هيدي الاطلاله على الريسيت، يعني الدسير هيك مثل كانت كادو اند اوف ذا ويك، كل جمعه بنطبخ اليوم الدسير. بتذكر المشاهدين انه كل حلقات شيف نادين وكل الريسيتات يلي عم بتقدمهم عبر تلفزيون لبنان بتقدروا ترجعوا تابعوها على اليوتيوب، والاكسس كمان بتقدروا من الفيسبوك ترجعوا تحضروا كل الحلقات، واذا فاتتكم اي معلومه كمان بالديتيلز بيكونوا مكتوبين كلهم. فاصل اعلاني قصير وبنرجع بنتابع احلى صباح.